دخل عليا بدون ما تجي. مشاهدين شوف تي في، مرحبا بكم معنا في البث المباشر مدينة طنجة. كنتواجدوا حاليا في حي الدرادب، هذا الحي العريق، الحي اللي معروف هنا في مدينة طنجة، واحد من الاحياء العريقه ديال المدينه. هذا الحي هذا كان كيعرف مؤخرا واحد الاصلاحات، هذه الاصلاحات اللي كيف ما كتشوفوا دابا حاليا ها هو الارض، يعني كان هادشي كامل قلعوه، هادشي كامل كان مقطوع محفر، كانوا كيصلحوا قوادس. مور ما صلحوا قوادس دابا تقريبا شهرين، دابا طلع في شهرين سالوا قوادس، سالوا مشاو بحالهم، بقات الارض هيدا كيف ما كتشوفوا، يعني بديناها من الراس. دابا تشوفوا في فيديو، حنا بدينا يعني صورنا لكم فيديو وكذلك الشكايات ديال الناس، دابا ان شاء الله ينزل بعد قليل تشوفوا. كذلك يعني شوف هو الشارع تنتحت، يعني من الراس ديال الدرب من فوق ديال بدايه الدرادب الى قاع الدرادب، يعني الدرادب قديمه. فالناس اللي هنايا عياو ما يتشكاو، يعني دابا كيف ما قلت لكم تقريبا دابا طلع في شهرين وهما باقي كيتشكاو، باقي كيستناو يعني انها يعني يجي يعني يتعوض هادشي. دابا كيف ما كتشوفوا هنايا الشارع كامل محلات، هنايا الخضاره، هنايا الجزر، هنايا البقال، هنايا القهوه، يعني هنايا كلشي كاين هنايا في هاد الشارع هذا. حتى الشارع كبير، يعني الحيوانات اللي كتشوفوا هنايا هادشي اللي مجدود دابا لحد الان، كلشي حيوانات، الخياطين، ها يعني كلشي، يعني هاد الشارع معروف شنو فيه. يعني هاد الناس هادو كان يبقوا متضرين، لا من ناحيه البيع والشراء هنايا، التجار هنايا، ولا من ناحيه الناس كذلك اللي ساكنين هنايا فوق، يعني في هذه الحومه هذه، يعني الغبره كتدخل عليهم بلا قياس. يعني هاد يعني ولادهم دابو ساعه داخلين بكرفسين، كيف ما قالوا لنا دابا عاد واحد السيد يعني العيد، شوفوا يعني مي كتهبط الطوموبيل على غفله، على غبره كتطلع معاه، عفوا، يعني هاد الغبره كامله كتدخل على الناس. دابا عاد واحد السيد قالنا يعني حتى العيد ما حسوش يبيع، علاش؟ حيت العواو صغارين واخا كيلبسوا لهم وديكشي، يعني حتى حاجه ما بانتش فيهم، علاش؟ حيت كيخرجوا كيتغبروا، كيخرجوا من هنا معوطين، كيجيو من هنا كيتوسخوا. فعياو ما يستهدروا، عياو ما ينشدوا، عملوا واحد العريضه اللي وقعوا عليها كاملين بهم، ولكن باقي لحد الان ما كاين حتى شي حاجه، باقي ما شافوا حتى شي اصلاح. قالوا لهم غادي نجيو، هما كيستناو غادي يجيو، باقي ما جا. كل نهار كيقولوا اليوم غدا، اليوم غدا، باقي لحد الان كيستناو انها تكون يعني شي تكون شي حل دابا في القريب، يعني ويصلحوا لهم هادشي هذا وترجع الحي كيف ما كان شحال هادي. حيت صراحه يعني سكان هاد الحي درادب، هاد الحي العريق، يعني كينشدوا حاليا المسؤولين، ما عرفناش حاليا فين هما هاد المسؤولين اللي كيشوفوا هادشي كامل واقع في هاد الحي هذا. فهاد يعني ما كنظنش كاين شي واحد ما كيدوش على درادب، انا يعني معروف كاين واحد السوق هنايا كلشي كيعجبو يتسخر منه درادب، واحد الحي اللي زعما دائما عامر، دائما تبارك الله ما شاء الله، وانتم كتشوفوا شغل على غبره كتطلع ما كيدوز منها الواحد، يعني كيدوز شي واحد كترون الدنيا، يعني الغبره الناس دابا تخيل الناس كيبيعوا الخضره والجزاره وديكشي كتدخل عليهم الغبره. صراحة ما فهمتش شنو بغيتي تقصد بالهذا ديالك، كنت كنهضر زعما تسرني الانتباه ديالي هاد الكومونتير ديالك، ولكن صراحة ما فهمتش شنو بغيتي تقصد به. بالنسبة للسيدة اللي كتقول لنا هنا باللي باغا النمرة تواصل مع الإدارة، قول لها يعني تواصل معنا في بريفي، صاردنا ميساج في الصفحه، قول شنو المشكل، خلي الرقم ديالك وان شاء الله غنتصلوا بك في القريب العاجل. اذا بسمعه طنجه بصح، نعم صحيح صحيح، يعني مدينه طنجه كيتضرب بها المثل وهادشي لا يليق. دابا انا حاليا غير كنعمل لكم اللايف، والله الا التليفون ديالي دابا يعني باش عمل لكم اللايف دابا كامل، رجع غبره كامل غبرة، تشوفوه كامل غبرة، صحيت صراحة واحد الغبرة اللي بزاف هنايا، يعني كنتمناو هادشي لا يليق بس لا يليق بسكينة طنجة ولا بحي واحد الحي من الأحياء بمدينة طنجة. يعني أنا باقي غنهبط معكم دابا باش تجيو تشوفوا، يعني تخيلوا بدينا الشارع من الراس من فوقي كامل هيدا، وباقي لحد الآن غنهبطوا غادي تشوفوا بلي هادشي كامل هيدا، يعني الشارع كامل مرون. شوفوا شوفوا دابا تخيلوا الناس فين غادي يمشيو، ما كاينش يعني الاناره، زائد مشكل اخر عندهم مشكل الاناره. دابا هنايا كانوا عندهم الديوان، كانت عندهم الاناره في هذا الحي. دابا اذا لاحظتوا ما كاينش نهائيا البوطوس ديال الديوان، ما كاينينش فين ما البوطوس الديوان، ما كاينينش، قلعوهم مي كانوا كيعدلوا هذا الشيء هذا. دابا شمن علاقه كاينه بالارض انا كتعدي قوادس جيتي وقلعتي لهم، يعني جيتي وقلعتي لهم هذا
بوطوس ديال الديوان ديالو يعني هانتوما شوفوا معايا ما بقاوش نهائيا بوطوس ما كاينش بوطوس يعني دابا المشكل عندهم هنايا في هاد الحومه عندهم كذلك هنا هيك عند هاد المشكل هذا اللي ديال الارض وهاد الغبره هذه اللي كتدخل لهم كاين المشكل ديال الاناره للحد الان ما عياو يعني الا جيتي دوزتي في الليل ما غتشوف شي مره الضو كتكون الدنيا مسلسه بزاف يعني تخيلوا معايا شي شارع من هاد الشوارع هادو بشي شارع بحال يعني درادب انه ما يكونش فيه الديوان وجي ساكن في مدينه طنجه غادي يعرف بلي هي درادب كيف كانت عامله وكثافه السكانيه اللي فيها والناس اللي ساكنين فيها راه طنجه وحقيقيين هما اللي ساكنين في هذا الحي هذا يعني وكتجبر بلي ما عندهمش الديوان وشوف شو الشارع كيف عامل بالله عليك واش هذا الشارع بشي واحد ديال يعني يليق بطنجه الكبرى بهذا الاسم ديال طنجه الكبرى واش هيدا غادي واش هي طنجه الكبرى هي هذه هي دي مدينه اننا غادي نجيو الديوان الاخرين ما عندهمش يعني الا في الليل مثلا ما كانش في الليل جيتي ما جبرتيش مثلا الطوموبيلات تشعلين الضوء راه ما غتشوف حتى شي حاجه دابا لا حول ولا قوه الا بالله نعم راه سولناهم دابا بعد قليل غادي ينزل الفيديو وغادي تشوفوه ان شاء الله في الصفحه راه كلشي كيتشكى حنا هضرنا دابا عاد معاهم مع التجار هنايا كلشي كيقول شوف شوف على غبره شوف شوفوا العغبره طالعه مع هاد الناس داين كلشي كيتشكى كيقول لك حنا راه داخلين علينا الغبابر راه حنا عينا طالعيه وطالعينها وادي نعياو كيهضروا مع المسؤولين نعياو وقعوا عريضه مؤخرا كاملين بهم هاد الناس هادو وباقي لحد الان يعني ما كاين حتى نتيجه ما كاين حتى تجاوب كل نهار كيقولوا لنا حنا غادي نجيو حنا غادي نجيو ودابا طالعه في شهرين باقا الامور هيدا الله يا ودي ودابا تنجمي جيتي تهرس الارض تعدل هذا دغيا عدلتي دغيا هرستي ايوا وفاش تجي تكمل هذه ماشي شي حاجه تبروا واحد اليومين ست ايام غتصلح دغيا يعني شارع كامل طويل غادي دغيا غيتعدل غيتصلح ومريضنا ما دخلوا بس علاش الانسان غادي يجي غادي يصلح ويهرس حنا كنهرفوا غير نهرسوا ولكن باش نصلحوا نكملوا المسائل ديالنا كما ينبغي لا راه ما يمكنش هادشي هذا ماشي معقول ان تجيو تخرب واحد الحي باش تصلح واحد الحاجه ومع الاخر فاش تكمل شغلك ما ترجعوش بحال اللي كان وزائد على هذا الشيء هذا انك تزول الاناره العموميه من الشارع ما عندها حتى شي معنى راه انك تزولها واحد الاناره وحده اللي باقا في الوسط الفوقي هذيك هضرنا مع السيد اللي حدا واحد دروغوري هذاك خبرنا باللي هو اللي قال لي انا دفعت عليها باش تبقى راه انا قال لك هما كان كي قال لي انا كان كيزولوا الاناره قلت لهم هذه والله لا زالت ما خلاهمش بقى متمسك ديك الاناره مع عنده الدار ديالو حدا المحل يقول لهم انا ما تزولوليش الاناره ديالي الاناره ديالي هنا تبقى ما لا حول ولا قوه الا بالله صافي اذا كنطلبوا من الله ان كنتمنوا ان هادشي هذا يتعوض كنطلبوا من الله اننا نشوفوا بلادنا يعني ماشيه في احسن حال وهادشي هذا ما يبقاش كنتمنوا كذلك ان المسؤولين يعملوا واحد الالتفاته حقيقيه ويتعالج في هذا المشكل صراحه حيت ما يمكنش ان الناس الحومه يعني يبقاو هيدا ما يمكنش ان الناس يعني ساكنين في حي درادب يبقاو دابا شوف الناس اللي داخلين الطوموبيلات كيتكرفصوا في الهبوط الانسان كيتكرفص بالهبوط يعني فين ما مشيتي غتمشي غتجبر هاد يعني كلشي اللي كيهبط من هاد درادب كلشي كيعاني طوموبيلات ولا الراجلين يعني بحال ها شوف يعني شوف غبابر تخرج لاباس معوط من دارك راه غتكرفص بحال اللي قال السيد قال راه جا العيد ما حسوا ما عرفوا عيد ما عرفوا حتى شي حاجه كيخرجوا الانسان معوط كيتكرفص في الحومه ديالو قبل ما يمشي جهه اخرى وتخيلوا دابا هذا الشيء هذا ملي كانت كطيح الشتا كيف كان هذا الشارع تخيلوا دابا هاد الوقت هاد شهرين راه طاحت تبارك الله الشهر غير البارح راه كانت كطيح الشتا كيفاش غيكون الحال ديال هاد الشارع كيفاش الانسان غيقدر يدوز منه مي غادي تكون تبارك الله ميمن هوادين وهادشي لا حول ولا قوه الا بالله صافي يعني هادشي باقي هو تنتحي الشارع باقي طويل باقي هاد المعاناه هادي اذا كنتمنوا ان هاد الميساج يوصل كنتمنوا ان المسؤولين يعملوا واحد التفاته حقيقيه ويعالجوا هاد المشكل هذا ويلتفتوا لهاد الساكنه اللي هنا حيت صراحه كيتكرفصوا بزاف ديورهم كتعمر كامله بالغبره كيقايلوا شادين طيقا باش ما تدخلش عليهم الغبره الناس اللي كيبيعوا تخيل كيبيعوا اللحام الجداد يعني الخضاره كذلك بقاله خياطين اي واحد عنده شي مشروع هنايا كيف كيتضرر صراحه الله يعني كيدخل عليه الغبره تخيل دابا انت كتبيع السخره ديالك وكتجبرها كامله رجعت غبره كيفاش غادي يكون كيفاش غتعطيها انت لديك الناس كيفاش غتبيع عندك الناس ويا نهار كامل ويا منشوره في الغبره اذا لا حول ولا قوه الا بالله كنتمنوا ان صراحه هذا الميساج يوصل الله يحاول فين هاد الشوارع والازقه اللي عندكم حفره الا كان ممكن سردنا ميساج في الخاص وخلي الرقم ديالك والمدينه عطينا المعلومات كامله وان شاء الله غيتواصلوا معكم واذا مشاهدين شوف تي في حنا كيف ما يعني ولفتوا علينا اننا حنا كنكونوا هاد المنبر ديالكم قناه الشعب كتوصل دائما الميساج ديالكم والمعاناه ديال المواطنين اذا هذه وحده من المعاناه اللي كيعانيو منها المواطنين وبالضبط ساكنه حي درادب كنتمنوا ان هاد الميساج يوصل كنتمنوا ان هاد الشيء هذا يتحل في القريب العاجل وما يبقى
يبقى شي ان شاء الله يا ربي. اذا مشاهدين شوف تي في كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه طنجه، مع السلامه.